لغة الحوار، رسالة سعودية خاطب بها الفنان التشكيلي عثمان الخزيم المجتمع الدولي من خلال معرض الفن التشكيلي السعودي الذي انتظم في قصر الأمم المتحدة بجنيف تزامنا مع أعمال مجلس حقوق الإنسان برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ومكتب الأمم المتحدة في جنيف وبعثة المملكة العربية السعودية بجنيف. السعودية من أكبر الشركاء الاستراتيجيين المهمين داخل منظمة اليونسكو ومن أكبر الداعمين لبرامج اليونسكو، هذه ناحية. الناحية الثانية هي البرامج الثقافية التي تقيمها اليونسكو مثل هذا المعرض مثلا بالتعاون مع الوفد السعودي هنا في جنيف. أعتقد أنه هذا أيضا دلالة واضحة على أنه فيه علاقة مباشرة، يعني تساعدنا أن نقدم فن لدعم مسيرة الحوار. الرعاية الأممية والدولية لمعرض الفن التشكيلي السعودي تؤكد دور المملكة وحضورها المتميز في الساحة الدولية، كما يعكس متانة العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف للمملكة وبقية دول منظومة الأمم المتحدة. تم افتتاح اليوم معرض فني للفنان السعودي التشكيلي عثمان الخزيم في مقر الأمم المتحدة في جنيف على هامش أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان 42. طبعا من المعلوم أن الفن بأشكاله المختلفة وسيلة مهمة للتواصل بين الشعوب وله أثر كبير في نقل المعارف ونقل المعلومات وأيضا في مد الجسور بين مختلف الشعوب والأمم. نحتفل اليوم بهذا المعرض الذي يقام أول مرة لفنان سعودي تشكيلي في مقر الأمم المتحدة، والحقيقة مستوى الحضور ومستوى التفاعل كان يدل على أن هذا المعرض يعتبر علامة مهمة وخطوة ممتازة من قبل بلدي المملكة العربية السعودية للتواصل مع الأمم والشعوب الأخرى في مكان مهم كالأمم المتحدة. المعرض التشكيلي السعودي الذي افتتح تزامنا مع انعقاد الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف وجد قبولا كبيرا من شرائح المجتمع الدولي، حيث شارك في الافتتاح بعض مسؤولين أمميين وسفراء الدول ومنظمات المجتمع المدني. المعرض اسمه حروف بدون كلمات، ولماذا حروف بدون كلمات؟ لأننا هنا نتعامل مع شكل الحرف العربي وجمال الحرف العربي دون الرجوع إلى ما في معنى الكلمة. الرسالة أنه حنا يعني من خلال اللوحات دعاة جمال ودعاة سلام، أنه الألوان الجميلة في حياتنا، يعني عادة الإنسان ما يناظر الألوان السيئة أو الألوان الجميلة، فمن الأفضل أن نستمتع بجمال الموجود اللي عندنا حوالينا. لغة الحوار رسالة يحملها معرض المملكة العربية السعودية بجنيف إلى المجتمع الدولي. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.